أهلا بكم من جديد، والبداية من جمهورية مصر العربية، حيث أغلقت البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي في مؤشراتها، تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1,271,000,000. هبط مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة بلغت 1.67% عند مستوى 11,242 نقطة، فيما انخفض مؤشر الشركة الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة بلغت 1.3% ليغلق عند مستوى 2,225 نقطة. كما انخفض أيضا مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 1.33% عند مستوى 3,242 نقطة. أما على صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعاً، قفز السهم حق اكتتاب شركة العبوات الطبية نسبة بلغت 26% عند 8 قروش، يلي سهم شركة البويات والصناعات الكيماوية بنسبة 12.68% عند 19.19 جنيها. جاء بالمركز الثالث في الأسهم الأكثر ارتفاعاً سهم شركة سبا الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة بلغت 10.27% عند 5.69 جنيها. تصدر الأسهم الأكثر تراجعاً سهم شركة أودن للاستثمار والتنمية بنسبة 5.29% ليغلق عند 3.22 جنيها. ولتحليل أبرز ما جاء في سوق المال المصري ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ باسم أبو غنيمة، مدير إدارة التحليل الفني بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية. مرحبا بكم على قناة أزهري ببرنامج أرقام وأسواق. أهلا بحضرتك وأهلا أستاذ المشاهدين. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني بداية البورصة المصرية شهدت اليوم انخفاضات جماعية، نبدأ من المؤشر الثلاثيني، ما تحليلك للأداء؟ وأيضا هل نعتبر الهبوط بمثابة جني أرباح؟ طيب، هو بالنسبه للمؤشر الثلاثيني او EGX30 مؤشر الاسهم القياديه، وخلال الفتره اللي فاتت وقبيل الاعلان عن تحرير سعر العمله كان بدا يبقى فيه اشاعات او اخبار في السوق ان هيتم تحرير سعر العمله، فعشان كده بدا يبقى فيه تحركات كبيره جدا من صحيح. مستوى الدعم اللي عند 9800 لقينا المؤشر بدا يكسر 10,400 وكمل، واول ما اعلن بالفعل تحريك سعر الصرف فبدا المؤشر يتجه اتجاه صاعد قوي جدا وصولا لمستوى ال 11400. عند مستوى ال 11400 او قبل كده بشويه عند ال 11300 تحديدا بدانا نشوف علامات ضعف في الحركه الصاعده، ودي كانت بتنذر بان وجود عمليات من عمليات جني الارباح، خاصه ان المؤشر كان بقاله فتره على الاجل القصير في مستوى في الاتجاه العام بتاعه الهابط، وده كانت اول تغير للاتجاه العام من الهابط للصاعد خلال الفترة القصيرة، فعشان كده طبيعي جدا ان احنا نلاقي عمليات جني ارباح في المؤشر، خاصة ان المؤشر كان بيصعد بسهم التجاري الدولي واسهم تانية معاه، بس كان الاستحواذ الاكبر هو سهم التجاري الدولي اللي كان فيه حركة قوية جدا. نعم. عفوا. فالتجاري الدولي وصل لمستوى المقاومة اللي عند 33، وده مستوى مقاومة هام على الاجل المتوسط، وكان طبيعي جدا ان يحصل عمليات جني ارباح بعد وصول لمستوى 33 وان هو ينخفض تاني، وده طبعا احنا عارفين التجاري الدولي وزنه النسبي كبير جدا على مؤشر الاي جي اكس 30 او مؤشر الاسهم القياديه، فطبيعي ان يحصل عمليات جني ارباح في السوق ممكن توصلنا لمستويات ال 10,800 مره ثانيه. نعم، المؤشر ال 70 انخفض بعد يومين من الارتفاع المتتالي، ما تقييمك ايضا للاداء؟ مؤشر ال 70 كان بقاله فتره ماشي بشكل تداول عرضي ومش عارف يتخطى حاجز ال 2250 2280 بقى لنا اكثر من شهر تقريبا. ده مثلا برضه كان حصل حركه صاعده كبيره في المؤشر ال 70، والموجه التصحيحيه بتاعتنا جايه على شكل سايد واي او جايه على شكل تداول عرضي، وصلنا للحد الاقصى للتداول العرضي اللي هو عند ال 2800 وبدانا ننخفض خلال جلسه النهارده، طبعا لان السنتمنت العام او الاتجاه العام في السوق النهارده كان اتجاه بيعي، فالاسهم الصغيره والمتوسطه طبعا برضو بدات تنخفض. شايفين ان الانخفاض بتاع المؤشر 70 المفروض ما يبقاش كبير، المفروض نروح لمستوى ال 2100 ويبتدي يخش المشتري مره ثانيه، الا ان في اسهم داخل المؤشر 70 ممكن تفصل عن بقيه السوق وتبتدي حركة صاعدة قبل ما المؤشر نفسه يرتد. نعم،